نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. ملأ القلب ففار بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رباه، الحمد لله رب العالمين. حمد نفسه في الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، وما بدأ بالحمد إلا لحكمة يعلمها، وقد يهدي الله تبارك وتعالى لكتابه من كان متدبر ذاكر. كتاب الله نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه ونتدبر معانيه، عسى أن نصل إلى درجة من كان بالقرآن ماهر، ونسأل سبحانه أن يرزقنا حسن الخاتمة على كتابه فهو القادر، ونعوذ بالله تعالى من الذنوب والسيئات ومن كل منافق كافر. ثم أما بعد، حياكم الله تعالى أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن لمدارسة المتشابهات. واليوم مكرر اليوم هو من بيت 46 إلى البيت 50، فلنستمع إلى الأبيات أولا. رجينا من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفهم، وأن يثبت الله تبارك وتعالى القرآن في قلوبنا، اللهم أمين يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله: لكم أتى قبيل إني ملك، لنعام تركه بهود سلك. لكم أتى قبيل إني ملك، لنعام تركه بهود سلك. تفكر من بعده تذكر في سورة الأنعام يا مذكر. تفكر من بعده تذكر في سورة الأنعام يا مذكر. فسوف في الأنعام تنزيل أتى، وهود سوف قد هديت يا فتى. فسوف في الأنعام تنزيل أتى، وهود سوف قد هديت يا فتى. لنعام فيها قد أتى أشرقنا، والنحل فيها قد أتى عبدنا. لنعام فيها قد أتى أشرقنا، والنحل فيها قد أتى عبدنا. من دونه في النحل للأنعام، وكذب الأنعام عن إمامي. من دونه في النحل للأنعام، وكذب الأنعام عن إمامي. قال الناظم رحمه الله، بدأت الأبيات بقوله: لكم أتى قبيل إني ملك، لنعام تركه بهود سلكوا. هنا يوضح الناظم رحمه الله الفرق بين هذين الموضعين بسورتي الأنعام وهود، حتى يحذر القارئ الكريم من هذا الخطأ بينهما. وفيما يلي الإيضاح، سورة الأنعام في الآية 50 قال تبارك وتعالى، الآية التي تبدأ: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إن ولا أقول لكم إني ملك. هنا يحدث الاشتباه عندما تأتي وتقرأ ولا أقول لكم، تأتي معك أو يأتي معك هذا الموضع مباشرة، ولا أقول إني ملك، كما حدث الآن معي. فكيف نفرق بينهما؟ هنا أيها الأحبة نلاحظ أن لكم جاءت في سورة إيه؟ سورة الأنعام، بينما لكم لم تأتي في سورة الإيه؟ سورة هود. قال تبارك وتعالى في سورة هود في الآية 31: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك. أما هنا في الأنعام، في الموضع الأول في الأنعام، ولا أقول لكم إني ملك. ولذلك قال الناظم رحمه الله: لكم أتى قبيل إني ملك، أي لكم أتى قبيل إني ملك، لنعام تركه بهود سلك. يعني أتى في الأنعام لكم، ولا أقول لكم إني ملك، لكم أتى قبيل إني ملك، يعني لكم هنا الأول ثم بعدها إيه؟ إني ملك. أما في سورة هود: لنعام تركه بهود سلك. في الأنعام أتى بالإيه؟ بالتالك: ولا أقول إني ملك، ولا أقول إني ملك. مفهوم إن شاء الله. قال رحمه الله: تفكر من بعده تذكر في سورة الأنعام يا مذكر. وهذا إيضاح أيضا أن الآية رقم 50 من سورة الأنعام ختمت بقوله تبارك وتعالى: أفلا تتفكرون، بينما الآية رقم 80 من سورة من نفس السورة ختمت بقوله تبارك وتعالى: أفلا تتذكرون، كما هو واضح بينهما في هذا الجدول.
سورة الأنعام الآية 50 قال تبارك وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. الآية التي كانت معنا في المتشابه السابق ختمت بقوله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. أما الآية رقم 80 التي تبدأ بقوله تبارك وتعالى: وحاجه قومه، ختمت بقوله تبارك وتعالى: أفلا تتذكرون. أفلا تتذكرون، فليتنبأ القارئ عند قوله تبارك وتعالى أفلا تتفكرون وقوله أفلا تتذكرون. كما أنبه على يعني مسألة تجويدية في مسألة النبر: لا تقرأ أفلا، هناك من يقرأ هذه يقرأ أفلا، فهي من الفعل أفل لا يجوز، وهناك من يقول أفلا برضو لا يجوز، أما الصحيح أن تقول أفلا أفلا هكذا، لأنها لا أن هي ودخل عليها الفاء أفلا هكذا. ولذلك قال الناظم: تفكر من بعده تذكر، يعني هنا الآذي الآية أفلا تتفكرون، ثم من بعده أفلا تتذكرون في سورة الأنعام يا مذكر. فهذه الآية الآية 50 أفلا تفكرون، والآية 80 ختمت أفلا تتذكرون. قال الناظم: فسوف في الأنعام تنزيل أتان، وهود سوف قد هديت يا فتان. وهذا بيان لاقتران الفعل يعلمون على الخطاب والغيبة بسوف فقط، أو المسبوكة بالواو أو الفاء وفيما يلي الإيضاح. هنا في سورة الأنعام الآية 135 قال تبارك وتعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. هنا فسوف إيه؟ تعلمون، فسوف تعلمون، فسوف تعلمون. في سورة هود الآية 35 قال تبارك وتعالى: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. في سورة هود كذلك نفس السورة الآية 93 قال تبارك وتعالى: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. هنا نلاحظ سوف أتت بدون الإيه؟ بدون الفاء. الموضع الأخير في سورة الزمر في آيتين في الآية 40 في 39 والأربعين آيتين متتاليتين قال تبارك وتعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. هنا نلاحظ في هذه المواضع، هذا الموضع من الزمر، فسوف تعلمون الآية التالية: من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. آية هود: سوف تعلمون بدون الفاء من يأتي عذاب يخزي ومن هو كاذب. سورة هود: فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. أما سورة الأنعام: فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدهر. يبقى جميع المواضع أتى بعدها من يأتي عذاب يخزي، إلا هذا الموضع أتى بعده من تكون له عاقبة الدهر، ولذلك جعلته في الكتاب بهذا الإيه؟ بهذا اللون. وهذا متعلق بلفظ تعملون على الخطاب، بلفظ إيه؟ تعملون، التي أتت بتاء الخطاب. أما يعملون على الغيب حين اقترنت بمن بيانها في هذه الصفحة التالية. قوله تبارك وتعالى: يعملون على الغيب حين اقترنت بمن، وقد وردت مرتين فقط في القرآن، وربما يشكل على القارئ الكريم في حال قراءته والبيان في هذا الجدول. قال الله تبارك وتعالى في سورة مريم في الآية 75: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. تأتي آية الجن في الآية 24 قال تبارك وتعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. هنا نلاحظ أيها الأحبة: فسوف من هو شر، فسوف فسيعلمون من هو شر مكانا، هنا فسيعلمون من أضعف ناصرا. كم يختلط علينا هذه الآيات عند التلاوة، وكلاهما بدأ بقوله تبارك وتعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون، وكذلك الجن: حتى إذا رأوا ما يوعدون.
إلا الآية التي في مريم حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة، هذه غير موجودة في سورة الجن. أما في الجن حتى إذا رأوا ما يوعدون بعدها مباشرة فسوف سيعلمون. الناظم رحمه الله لم يبين ذلك في الأبيات، لم يبين الناظم رحمه الله هذا في الأبيات أو في البيت، فقلت هذا الضابط للموضعين بما فتح الله تبارك وتعالى يحفظ إن شاء الله تبارك وتعالى. فسيعلمون من جاءت مرتان في سورتي مريم والجاني، تمام. فسيعلمون من، يعني قوله تبارك وتعالى فسيعلمون من جاءت مرتان في سورتي مريم والجاني، تمام. الآية 49، البيت 49 و50، قال رحمه الله: الأنعام فيها قد أتى أشركنا، والنحل فيها قد أتى عبدنا، من دونه في النحل للأنعام، وكذب الأنعام عن إمامي. يوضح الناظم رحمه الله الإشكال بين هذين الموضعين من سورتي الأنعام والنحل مع ذكر الفرق بين الموضعين وفيما يلي الإيضاح. في سورة الأنعام، سورة الأنعام الآية 48 بعد 100، قال تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هنا يتقابل مع في الإشكال آية سورة النحل 35، قال تبارك وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء. نستخرج الفرق الآن أيها الأحبة. هنا في سورة الأنعام قال تبارك وتعالى عن حكاية عن هؤلاء الكفار: لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله إيه ما أشركنا. أما هنا قال لو شاء الله ما عبدنا، هنا أتى ولا آباؤنا، هنا أتى من دوني، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أما هنا لو شاء الله ما عبدنا من دوني، تمام. طيب هنا كذب كذلك كذب الذين من قبلهم، أما في آية النحل كذلك فعل الذين من قبلهم، يبقى هنا كذب في المقابل في سورة النحل فعل فعل، فهنا فعل تتعلق بالعبادة، ويقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبله. أما هنا يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني على طول إيه هم على التكذيب كالأباء، وبيّن الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه الكريم. طيب نرجع للأبيات بعد أن قرأنا الآيتين الكريمتين. الأنعام فيها قد أتى أشركنا، يعني هنا في الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، والنحل فيها قد أتى عبدنا. انظر معي سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا، هنا عبدنا. طيب من دونه في النحل للأنعام، من دونه في النحل للأنعام، من دونه ولا أباؤنا ولا حرمنا، وقال لو شاء الله ما عبدنا من دونه، يبقى من دونه في النحل إيه للأنعام، يعني مش موجود عندنا في الأنعام. وكذب الأنعام عن إمامي، وهنا أتى في الأنعام كذب كذب، بينما أتى في سورة النحل إيه فعل، تمام. يبقى إذن أيها الأحبة الخلاصة: أشركنا في الأنعام في المقابل عبدنا، ولا أباؤنا هنا في المقابل في النحل من دوني، بعد أشركنا ولا أباؤنا هنا في النحل عبدنا من دوني، هنا كذلك كذب، أما في النحل كذلك إيه فعل. فلينتبه لذلك إن شاء الله. وهذا الكتاب يعني الذي يعني سميته، وربما يتغير الاسم إلى أن ننتهي إن شاء الله من الكتاب كامل، سميته إغاثة حافظ القرآن بشرح نظم هداية الصبيان. وأنا أريد يعني أقترح عليكم هذا الاسم، ما رأيكم في هذا الاسم أم يغير؟ لو حد عنده اسم تاني يحب نسمي الكتاب باسم يعني أجمل أو يعني أو يبين محتوى الكتاب، يكون عنوان الكتاب يعني يظهر محتوى ما في داخل الكتاب،
فنقبل إن شاء الله اقتراحاتكم وممكن نغير إن شاء الله. الاسم الموجود الآن لهذا الكتاب هو إغاثة حافظ القرآن بشرح نظم هداية الصبيان لفهم بعض مشكل القرآن. إن شاء الله أنتظر بعد الترخيصات الطيبة بتاعتكم لهذه الأبيات بعد ما سمعتم مني، أنتظر أن يعني إيه أرى اقتراحاتكم والموافقة على هذا الاسم قبل أن يطبع بإذن الله تبارك وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.